بعد شهرين من المحاكمة، القضاء السنغالي يقرر تأجيل محاكمة عمدة داكار الخليفة صل وسبعة من مساعديه إلى غاية 30 من شهر مارس القادم. ويتهم الخليفة صل باختلاس أزيد من مليار فرنك إفريقي من ميزانية البلدية، وقد اعتقل منذ شهر مارس من العام 2017. وانتخب الخليفة صل من داخل زنزانته نائبا برلمانيا في البرلمان 13 في تاريخ السنغال، ولم يسمح له بحرية مؤقتة من أجل خوض الحملة الانتخابية، كما لم يسمح له بالتصويت. وقد صوت البرلمان السنغالي قبل أشهر على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة عن الخليفة، وذلك إثر طلب تقدم به وكيل الجمهورية إلى رئيس البرلمان. وأعلن مؤخرا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي السنغالي عن استبعاد الخليفة صل و64 آخرين معه بتهمة عدم الانضباط ورفض احترام القواعد الديمقراطية. وكان الخليفة صل قد وصف محاكمته بالسياسية، وقال محاموه إن المسطرة التي أخضع لها تتنافى مع القانون، وإن الاتهامات الموجهة له باطلة. ويوصف الخليفة صل بأنه منافس شرس لنظام الرئيس السنغالي ماكي صل الساعي إلى الفوز بمأمورية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها عام 2019. ويقول مؤيدوه إن الهدف من اعتقاله هو سعي ماكي صل إلى خوض الانتخابات الرئاسية بمفرده، فيما يؤكد مؤيد النظام أن محاكمة صل تعتبر تجسيدا للشعار الذي يرفعه النظام بشأن محاربة الفساد.